مدربا عاما، والنجم الكبير كابتن أحمد فوزي مدربا لحراس المرمى في 2005، ولهم كل الدعم. أنا بس ببدأ كلامي علشان ما حدش يفهم الحلقة جت بالصدفة، والله مش يعني احنا مش عاملينها مخصوص ولا كنا نعلم ان هذا سيحدث اليوم. فالنهارده القضيه قضيه مهمه جدا جدا جدا، وهيكون معانا كوكبه من النجوم واراء كثيره جدا في هذه الامور. هنبدا الحلقه النهارده ونتكلم الاول عن دوري ابطال افريقيا. اشمعنى دوري ابطال افريقيا؟ هقول لك، لانه دوري ابطال افريقيا هي البطوله المحببه للاهلاويه، والبطوله اللي الاهلي صاحب الارقام القياسيه فيها، وحقق لقبها 11 مرة كأفضل نادي يحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا والبطل التاريخي. وإن شاء الله النادي الأهلي يوصل ويحقق البطولة رقم 12. قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هتقام يوم الجمعة اللي جاية وخلاص، وإن شاء الله تأهلنا إلى دور المجموعات وتأهل 11 أو 15 فريق آخر، بينما يتبقى مقعد واحد، إما شباب بلوزداد الجزائري أو بو رانجرز من سيراليون. وتأجلت المباراة من أول امبارح إلى اليوم، والمباراة جارية الآن، يعني بعد شوية هنقول لحضراتكم مين الفريق رقم 16. طبعا زي ما حضراتكم عارفين التأجيل كان بسبب أن الفريق السيراليوني لم يصل إلى الجزائر في الموعد المحدد. تصنيف الأندية في البطولة هيكون كالتالي، ورينا سمير لو سمحت. تصنيف الأندية طبعا ده في حالة تأهل شباب بولوزداد. تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات حال تأهل شباب بولوزداد، التصنيف الأول هيكون الأهلي، الوداد، الترجي، ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي، ده في التصنيف الأول. أما التصنيف الثاني فسيكون شباب بولوزداد وسيمبا التنزاني وبيراميدز ثم بترو أتلتيكو الأنجولي. طيب التصنيف الثالث، التصنيف الثالث هيكون مازيمبي الكونغولي، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، وأسك ميموزا الإيفواري. أما التصنيف الرابع هيكون النجم الساحلي التونسي، وجوانينج جالاكسي البوتسواني، ومدياما الغاني، ونواذيبو الموريتاني. ده التصنيف الرابع لدوري أبطال إفريقيا. تصنيف الأندية قبل القرعة في دور المجموعات، طيب لو تأهل الفريق الآخر هو يو رينجرز، الفريق اللي بيلعب هو طبعا هذا الفريق من سيراليون وبيلعب شباب بلوزداد. التصنيف الأول لن يتم التغيير فيه الأهلي، وداد، ترجي، ماميلودي سان داونز. التصنيف الثاني سيمبا، بيراميدز، بترو أتلتيكو، مازيمبي. هنا هيخش مازيمبي مكان شباب بلوزداد لأنه وسيكون في التصنيف الثاني في حالة تأهل الفريق السيراليوني، ونكتمل أو تكتمل بقية التصنيفات. جاهزين معانا؟ طيب اتفضل، حط لنا التصنيف الثالث. الهلال السوداني ويانج أفريكانز وأسك ميموزا والنجم الساحلي هيكونوا في التصنيف الثالث. أما التصنيف الرابع جوانينج جالاكسي البوتسواني، ومدياما الغاني، ونيوزيبو الموريتاني، وبو رانجرز السيراليوني، ده في حالة تأهل بو رانجرز السيراليوني. أنا بس بقول لحضراتكم كل الاحتمالات فيما يخص تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات خلال الفترة السابقة. مهم جدا 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 زي ما قلت لحضراتكم، كلنا منتظرين القرعة عشان نعرف مين مجموعة الأهلي بعيدا عن أسماء الفرق. أنا ما يهمنيش أي حاجة، أنا يهمني إن شاء الله إن النادي الأهلي يظل جمهور النادي الأهلي في ظهره، دي أول حاجة. تاني حاجة اللي إنه الفرق الأخرى أو إحنا كفريق عندنا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، وإن شاء الله الهدف واحد، أن يتم مواصلة الانتصارات ونصل للهدف وهو الحفاظ على كأس أفريقيا، كأس دوري أبطال أفريقيا. طيب مهم جدا جدا نروح من دوري أبطال إفريقيا لكأس البطولة للأهلي صاحب